يعني جينا ضيف البيت يقول لي خد يا حبيبي خد الفلوس دي هات لك بيها حلاوه، اخد منه الفلوس، الضيف ينزل من هنا وتيجي امي من هنا وعلى وشي كش. يا مش قلت لك ما تاخدش فلوس من الضيوف؟ يا ده تعيش طول عمرك كده فارسني وتعبني، يا ده الراجل يقول علينا ايه دلوقتي؟ حرمينك من الحلاوه؟ ياما في ايه؟ ما يعديش اسبوعين يجي خالي البيت يقول لي خد يا حبيبي الفلوس دي خد خد هات لك بيها حلاوه، لسه اخد منه الفلوس افتكر كش. اقول له لا 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 مش عايز حاجه. يقول لي يا خد من خالك وانا مصمم لا لا مش عايز. فجاه يقول لي يا ام العيال تعالي شوف ابنك مش عايز ياخد من خاله فلوس. امي تيجي وعلى وشي كش. يا ما بتاخدش فلوس من خالك ليه؟ يا ده تعيش طول عمرك فارسني كده وتعبني، خالك يقول علينا ايه دلوقتي؟ احنا محرجين عليك ما تاخدش منه؟ ما بقتش فاهم اخد فلوس من الضيوف ولا ما اخدش. كل اللي انا فاهمه حاجه واحده بس، ان انا كل ما يجي ضيف بتضرب بالقلم. قعدت بقى من وانا صغير معقد من الضيوف وبعمال افكر فيهم لحد ما اكتشفت ان الضيوف دولت انواع. يعني مثلا تلاقي الضيف الفضولي ده اللي بيجي لك البيت يخبط تفتح له يقول لك بابا موجود؟ لا والله يا عمو بابا خرج. خرج راح فين؟ والله يا عمو مش عارفين. مش عارف ولا مش عايز تقول؟ يا عمو لو عارف اقول لحضرتك. زي مودين مش عارف يا عمو. فيقول لي طب انا هخش استناه جوه. اقول له اتفضل يا عمو. يخش جوه طبيعي ممكن يحصل صوت، يعني مثلا مامتي بتزعق مع اختي الصغيره بتاع، فيقول لي الا ايه الصوت اللي جوه ده؟ اقول له لا مفيش حاجه يا عمو بتاعي. يقول لي طب بابا هيتاخر؟ اقول له لا زمانه جاي. طب ما على ما يجي نشوف ايه الصوت اللي جوه ده. اقول له يا عمو مش هينفع بتاعي. يقول لي خلاص خلاص انت شكلك كسلان، هخش انا اشوف ايه الصوت اللي جوه واجي اقول لك. الله انت جاي ترخم عليا وخلاص. سيبك من ده، في نوع تاني الضيف الحسود اللي هو اول ما تفتح له الباب يبص على كل تفصيله في البيت، بيركز في البيت حته حته، واول ما يخش يقول لك الله 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 ركبته تكييف جديد، الله 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 وغيرته التلفزيون، الله 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 نجدته الانتريه. ده اول ما ينزل من هنا ماسك كهربي التلفزيون في التكييف يولعه ينزله في الانتريه يمسكه فيه. والله